أنا خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطني واللي ثمن فيه جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. أكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال في دعم الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك هيوفر مئات الآلاف من فرص العمل كما ذكرنا، وسيستفيد منها الشاب المصري بشكل مباشر، وتؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية. كمان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية علق على بيان رئاسة مجلس الوزراء أعلن فيه عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وجاء في بيان المركز أن هذه الصفقة بتعتبر البداية الحقيقية والعملية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن مثل هذه الصفقات بتؤكد على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات. هذه الصفقة تمثل طبعا تنفيذ فعال لأهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها طبعا زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. ده بيصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري لعديد من الأمور كما تفضلنا وذكرنا. هيؤكد على هذه الأمور أيضا معانا ضيفنا الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. حضرتك لو تكلمنا، بما ان حضرتك عضو في مجلس امناء الحوار الوطني واللي صدر عنه يعني تأييد كبير لهذه الصفقة من جانب الحكومة المصرية، الحكومة تحدثت عن انتعاش اقتصادية بفضل هذه الصفقة، ازاي ده ممكن يكون، وازاي يعني ملامح انعكاس ده على المواطن بشكل مباشر وبشكل سريع، وده الأهم؟ طبعا حضرتك نحن في يعني الخبر النهارده، البيان اللي طالع من مجلس الوزراء اللي هو بيان لسه بيان عام، لكن بيان مطمئن جدا لانه بيؤكد ان الصفقه تمت. في خبر جديد انه مجلس الوزراء هيعقد بكره، هيكون في مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل هذه الصفقه، وبالتالي يعني بناء على ما نشر سواء من تسريبات او تكهنات في الفتره الماضيه، فنحن بصدد صفقه فيها جزء كبير من الاستثمار المباشر من دول عربية ومستثمرين عرب وربما من أماكن أخرى. وهذا الضخ في الميزة حضرتك إنه ده مش هيدخل، دي مش ديون، ده استثمار مباشر. ناس هتدخل هتضخ فلوس، هتعمل مشروع في مصر، الفلوس دي هتيجي لخزانة الدولة، خزانة الدولة تقدر تفك بيها الأزمة الاقتصادية الصعبة، أزمة نقص العملة الصعبة. وممكن نفصل يعني في المزايا اللي هترجع لهذه الصفقة. طبعا أول حاجة القضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية باختصار شديد. كما تعلمين الناس بيروحوا البنوك ما بيلاقيش فلوس، عملة صعبة، فبيضطر يلجأ للسوق السوداء، فبتتم المضاربة، تجار السوق السوداء هم اللي بيشعللوا أو يشعلوا المسألة، وينتهي الأمر إلى ارتفاع في كل أسعار السلع بالصورة البشعة اللي شفناها في الفترة الماضية. لما تتم هذه الصفقة ويتم ضخ هذه الأموال العملة الصعبة في البنوك المصرية والبنك المركزي، التاجر هيروح البنك هيلاقي الفلوس، هيستورد السلعة، فهيبقى الأسعار ترجع إلى معدلاتها الطبيعية أو هكذا يفترض أن يكون، وبالتالي هينتهي دور السوق السوداء تماما وتنتهي المضاربة. ده جزء سريع ومهم. والجزء الثاني طبعا أنه هذا النقد الاجنبي او هذه المشروعات هتبني جوه البلد، يعني اللي هيبني في مصر ده مش ياخد الحاجات اللي يبنيها ويمشي، هيبني، فمعناه انه هيوظف عمله، هيوظف عماله مصريه، هتساهم في تخفيض نسبه البطاله. هذا جزء. الجزء الثاني والمهم وهو انه يفترض حل مشكله العمله الصعبه او نقص العمله الصعبه يقود الى توفير دائم للعملات الصعبه في مصر، وبالتالي لا نعود مره اخرى الى مشكله الفجوه الدولاريه اللي هي موجوده من ايام الاموال الساخنه ما طلعت بعد بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه في فبراير اخر فبراير الماضي، قبل حوالي سنتين دلوقتي. طيب استاذ عماد، يعني الان بدات الجوله الثانيه من اسابيع او ايام من الحوار الوطني بتوجيه من الرئيس السيسي لمناقشه ملف الاستثمار والاقتصاد في المقام الاول. الان عقد أو الاتفاق والعقد غدا إن شاء الله على هكذا صفقة كبيرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بالغد، وكمان ما جاء في البيان أنه
في ضوء العديد من الجهود لعقد المزيد من الصفقات للاستثمار الأجنبي المباشر من قبل مجلس الوزراء. إزاي ممكن نبني على ده من خلال الحوار الوطني في دورته الثانية اللي بتستهدف الاستثمار والاقتصاد في المقام الأول؟ زي ما حضرتك عارفة أنه مجلس الأمناء عقد جلستين مهمتين إجرائيتين، المفروض خلال هذا الأسبوع تقريبا الأسبوع الجاي إن شاء الله يبقى فيه جلسات متتالية الملف الاقتصادي، القضايا العاجلة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في أكاديمية الشرطة وجه به إنه يبقى فيه اهتمام أكثر بالقضية الاقتصادية. فهناك مجموعة من القضايا لم تكن قد حسمت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني ستكون هي على رأس هذه القضايا، وبالأخص بالمناسبة قضية التضخم والتضخم يعني ارتفاع الاسعار طبعا، وقضيه الديون وقضيه العداله الاجتماعيه. وبالتالي دي قضايا شديده الاهميه، ستكون جلساتها موجوده خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ومثل هذا النوع من الاخبار اللي هي الصفقه وما اعلنه مجلس الوزراء والتفاصيل التي ستعلن لاحقا، انا اظنها تدي دفعه للحوار الوطني للمضي قدما ان شاء الله في وضع تصورات والحوار الوطني هيكون ده بمشاركة خبراء مهمين وبمشاركة الحكومة. وبالتالي ولما نضيف لده كمان الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي وربما مع الاتحاد الاوروبي وما يسمى به شركاء التمويل. بما انك تطرقت لصندوق النقد الدولي، تم الاعلان ايضا من خلال الحكومه عن اقتراب الانتهاء من الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. هذا الاتفاق وهذه الصفقه اللي تم الاعلان عنها اليوم إلى أي مدى ستؤدي لمزيد من الاستقرار والضمانات فيما يتعلق ب يعني دفعة صندوق النقد الدولي؟ بص حضرتك، يعني الاتفاق مع صندوق النقد ما بيديش فلوس كتير، لكن الميزة إن هو أحد مزاياه يعني إن هو بيخلي ما يسمى شركاء التنمية يدولك تمويل. يعني إيه شركاء التنمية؟ يعني هو بيجي يقول والله أنا هتفاوض معاك هديك 6 مليار دولار، بس عليك إن أنت تاخذي كمان 6 أو 8 من الشركاء التنميه، شركاء التنميه يعني الدول الصديقه والشقيقه، بنوك التنميه الكبرى، بنوك الاستثمار. فبالتالي هو لما انت بتوصلي الاتفاق معاه ده بيطمئن مباشره شركاء التنميه، وبالتالي يقدروا يكملوا لك ما تريدونه. لكن طبعا بالمناسبه يعني في النهايه صندوق النقد الدولي ليس جمعيه خيريه بتدي فلوس كده بتوزعها على المساكين، لا، ده راجل عنده يعني جهه عندها تصور معين لاداره الاقتصاد، انت اما تقبليها او ترفضيها، طالما قبلتيها عليك ان تعملي بها، او يكون عندك قدره على نموذج تنميه مستقله وتقشف حقيقي وتحمل مشاق اقتصاديه حتى تقفي على قدميك، فالكره في يدنا نحن الذين نقدر نقول انه الاتفاق ده يبقى كويس ولا مش كويس. لكن في كل الاحوال ان يبقى في اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع الصفقه بتاعت النهارده، مع صفقات قادمه، مع الاتحاد الاوروبي اتكلم كلام مهم جدا من اسابيع قليله، انا اظن ده كله هيدي دفعه مهمه جدا للاقتصاد المصري اذا احسن مع بدء دخول مصر في اتفاقيه البريكس ايضا من بدايه هذا العام. البريكس مهم جدا، لكن البريكس هو يتوقف على ماذا تملكين انت من موارد، من قدره اقتصاديه على الاستفاده منه، بمعنى ان انت ممكن تستفيدي من هذا التجمع، تعملي صفقات بالعمله المحليه، ممكن تجيب صناعات مهمه، تجيب مستثمرين، او تتحولي الى سوق لواردات هذه الدول او هذه المجموعه. وبالتالي الكره في ملعبنا، نحن الذين نحدد طريقه الاستفاده من اي تجمع او من اي اتفاق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا. طبعا بالتزامن مع الإعلان عن أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، سوق الدولار الموازي أو السوق السوداء شهدت اضطرابات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، طبعا ده بعد الإعلان عن هذا المشروع وهذه المشروعات الكبرى من